السلام عليكم، معكم المهندس الحران من قناة تلمس. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة وهي الخامسة من كورس إعداد دراسة جدوى في 90 دقيقة. ومن خلال هذا الكورس أنت حتكون قادر على إنشاء دراسة جدوى لمشروعك الخاص أو لفكرتك. وهدف هذا الكورس هو يبسط دراسة الجدوى حتى الشخص العادي يكون قادر على إنشاء وتأسيس دراسة الجدوى الخاصة بفكرته أو بمشروعه. وبعدك ما بتحتاج لمتخصص من أجل يعني إنشاء أو إعداد دراسة جدوى خاصة بمشروعك. أنت الآن إن شاء الله حتكون قادر من خلال هذه السلسلة المميزة أنه أنت تجهز وتعد دراسة جدوى خاصة بفكرتك أو مشروعك. فتابع معي هذه الحلقة الخامسة، واللي طبعا ما شاهد الحلقات الماضية حاول يشاهد هذه الحلقات أو هذه السلسلة بكاملها. طبعا أنا سوف أضع لكم روابط الحلقات الماضية على الشاشة أيضا وفي وصف الفيديو، بالإضافة إلى نهاية الشاشة يعني نهاية الفيديو. حاول أن أنت تشاهد الحلقات الماضية من أجل أن الصورة تكون كلها اكتملت لديك وقادر على إعداد دراسة جدوى ومتابع معنا من الأساس. لكن قبل ما أطلع معك على الفاصل، ضروري أن أذكرك بالاشتراك في قناة والإعجاب بهذا الفيديو، وأن أنت تشارك هذه القناة لغيرك ليستفيد الناس ونضيف حضارة وقيمة لهذه الأمة. ودعنا عزيزي المشاهد أبدأ معك يعني بتصفح سلسلة دراسة الجدوى يعني الحلقات الماضية، بنمر عليها بشكل سريع حتى نصل للحلقة الخامسة أو موضوع الحلقة الخامسة. وبداية الحلقة الخامسة بتبدأ من عدد المنافسين. خلينا نتعرف الآن شو أنا سوف أضع في المنافسين أو في عددهم أو طبيعة نشاطهم. لازم أنا أتعرف على طبيعة المنافسين اللي حينافسون في السوق، أيضا قدراتهم إمكانياتهم، هل هم منافسين يعني ذو إمكانيات محدودة أم كبيرة أم صغيرة. خلينا أقول لك إحنا كانت يعني الإمكانيات الخاصة بالمنافسين يعني إمكانياتهم متوسطة، فبالتالي هذا في مجال للمنافسة يعني بشكل جيد ومريح. بينما مثلا لما يكون عندك مشروعك هناك منافسين عددهم كبير أو قدراتهم عالية وإمكانياتهم قوية، هذا ممكن يصاحب عليك المنافسة صديق، فبالتالي يجب أن تكون يعني حذر لهذا الوضع. ولو كانت أيضا إمكانياتهم مثلا متوسطة يعني عددهم مثلا نقول يعني متوسط إمكانياتهم متوسطة، هذا ممكن يعني يخلينا في عدة خيارات، يعني أنه أنت مثلا تكون يعني حجمك أو منافستك أو قدراتك متوسطة بحيث أنك تلائم يعني المنافسين الموجودين في السوق، أو ممكن تكون أعلى منهم صديقي. لكن ضروري أنه أنت تتعرف على إمكانياتهم ومواردهم ونقاط ضعفهم ونقاط قوتهم حتى أنت تكون يعني لك مدخل سهل وجيد وسلس في هذا السوق الكبير. وخلينا أقول لك لو مثلا كانت إمكانيات وعدد المنافسين يعني قليل وإمكانياتهم محدودة، هذا بيسهل عليك من دخول السوق من أوسع أبوابه. عشان هيك من الضرورة في الدراسة التسويقية، طبعا احنا وقفنا عند الدراسة التسويقية للي غير متابع معنا، الدراسة التسويقية من ضمنها عدد المنافسين وأيضا طبيعة نشاطهم ونقاط قوتهم ونقاط ضعفهم. خلينا ننتقل إلى النقطة التالية، وخلينا الآن نتطرق إلى نقطتين مهمين جدا في الدراسة التسويقية للمشروع. هنا نقاط القوة ونقاط الضعف. طبعا نقاط القوة ونقاط الضعف هي يعني نقاط خاصة بمشروعك الداخلي، يعني أنت مشروعك شو طبيعته شو خصائصه ما يميزه وما يعني يضعفه. هنا إحنا طبعا كان في دراسة الجدوى اللي إحنا قدمناها لحاضنة الأعمال كانت أنه عندنا مجموعة متميزة من الخبرات اللي بتتيح لهم تنفيذ فكرة التسويق الإلكتروني، أيضا قاعدة كبيرة من العملاء، خدمة تسويق منظمة. الفكرة كانت يعني متخصصة ودقيقة مما يسهل تنفيذ المشروع، عملية التنظيم أيضا يعني تميزت الفكرة بعملية تنظيم دقيقة، بالإضافة إلى بعض الوسائل التقنية الحديثة اللي يعني تساهم في تقليل التكاليف والوصول للزبائن بطريقة يعني غير مكلفة وسهلة. هذه كانت نقاط أو ما يميز مشروعنا اللي كان يعني إحنا قدمناه لحاضنة الأعمال. طيب خلينا نتطرق لنقاط الضعف. بداية نقاط الضعف هي تمثل ما هي النقاط اللي أنت بتكون ضعيف فيها، وهذه يعني أصدقائي تحتاج إلى بعض المكاشفة والمصارحة مع النفس. يعني ما بينفع تقول لي مثلا مشروعي أو دراسة الجدوى لفكرتي ما فيها نقاط ضعف، لا أنا مشروعي قوي ويتميز يعني بنقاط قوة عالية جدا وأنا يعني مثلا أتميز بموارد رائعة وهكذا، ما بينفع، لازم تصرح وتكاشف نفسك. لأنه كثير من يعني الأسباب الفشل اللي أدت إلى فشل المشاريع أو تأسيس المشاريع أنهم كانوا غير
غير صريحين مع نقاط الضعف اللي يعني هم خلينا نقول لديهم، وغض الطرف عن موضوع هذه النقاط ولم يعالجوها ولم يأخذوها في الحسبان، فبالتالي أدى إلى فشل المشروع وانهياره. خليني أحكي لك يعني شو نقاط الضعف اللي كانت لدينا. هي مثلا قدرة إنتاجية محدودة، بصفة إنه يعني بعض الموارد يعني لدينا محدودة، يعني بعض العاملين القليلين عددهم قليل، فكان يعني هناك قدرة إنتاجية محدودة، بالإضافة إلى إنه المشروع بيحتاج إلى تمويل خصوصا المصاريف التشغيلية أو نسميها الإدارية. أيضا صعوبة استجابة بعض الشركات المنتجة لفكرة التسويق الإلكتروني، يعني تجد الكثير من أصحاب الشركات التقليديين يعني لا يتناسبوا ولا يقتنوا بفكرة التسويق الإلكتروني أو استخدام التكنولوجيا الحديثة. هذا كان بعض يعني نقاط الضعف الخاصة بمشروعنا أو دراسة الجدوى الخاصة بنا. ودعنا أعزائي المشاهدين أختم معاكم نقاط القوة ونقاط الضعف بجملة تأكيدية، أنه من الضروري أن تكون واعي بنقاط ضعفك والمخاطر اللي بتهدد مشروعك. ليش هذا الكلام بنحكي ومن الضروري؟ لأنه أنت يعني حتتعرف على الطرق اللي حتعالج فيها نقاط الضعف والوسائل والتقنيات اللي أنت يعني بتكون سهلة ورخيصة أنه أنت تعالج نقاط الضعف اللي حتواجهك في تنفيذ مشروعك. إذن يجب أن تتعرف عليها، وهذا طبعا طريق لنجاح مشروعك، مش هذا عيب أخي الفضل. إذن لازم تكون واعي بالمخاطر ونقاط الضعف عشان تعالجها قبل البدء بتنفيذ المشروع وتكون عارفها معرفة جيدة. وخلينا ننتقل معك للدراسة المالية، وهي رابع عنصر في دراسة الجدوى وإعدادها، وهذا طبعا من الأجزاء المهمة جدا لمؤسسين البزنس ومن يود معرفة يعني تكلفة المشروع وما هي الأرباح وما هي الإيرادات وما هو صافي الربح وشو العائد على المشروع. هذه العناصر والآيتمز مهمة جدا لمن يود تأسيس البزنس الخاص به. وخلينا أحكي لك أنت نفسك لما تكون عارف ما هي تكلفة المشروع وما هي التكلفة التشغيلية والأرباح والأصول الجارية وتكاليف التأسيس، هذه يعني بتضيف لك ميزة رائعة أنه أنت بتكون عندك صورة عامة وبيج بيكتشر عن المشروع اللي أنت بدك تنفذه، وهذا يعطيك تعزيز بالنفس وقوة وثقة بالنفس أنه أنت تبدأ مشروعك وأنت عارف يعني كيف حتبدأ وعارف ما هي أرباحك، ما هي تكلفتك، ما هي يعني الضرائب، ما هو نسبة الإهلاك، ما هي التكلفة التشغيلية. كل هذه الأمور أنت بتكون عارفها، فبالتالي أنت بتدخل على مشروعك وأنت مرتاح نفسيا ومستقر. عشان هيك بنقول لك أنه دراسة الجدوى بتعطيك ثقة بالنفس وتعزيز يعني روحك، هذا دافع لنجاح المشروع وأيضا انطلاقته بشكل قوي ورائع. وخلينا استعرض معك عزيزي المشاهد عناصر الدراسة المالية اللي احنا طبعا قدمناها في هذه المشروع أو في هذه الدراسة. طبعا استعرضنا ما هي أهمية الدراسة المالية وليش بتهم هي مؤسسين البزنس واللي دائما يعني بحاولوا يبتكروا أفكارهم بيهتموا أنه يكون هناك دراسة جدوى. وأهمية دراسة جدوى حتى هي بتساهم في تمويل مشروعك، وكثير من الصناديق الاستثمارية والمشاريع واللي ما هو المشاريع بطلب دراسة جدوى أو هو شرط أساسي للحصول على تمويل لمشروعك. خلينا استعرض معك العنصر الأول. احنا أول حاجة طبعا أضفنا جدول لتكاليف التأسيس. هذا الجدول بتكون من عنصرين مهمين، الآلات والأثاث اللي تكلفتهم $700، وحاولنا أنه نفصل أيضا الآلات والأثاث بجدول لوحده. طبعا جدول 2 الآلات والأدوات، وجدول رقم 3 هو الأثاث. حاول أنه أنت طبعا تفصل البنود الخاصة بمشروعك. طبعا كل يعني خلينا أحكي لك تكلفة التأسيس بتختلف على حسب المشروع وعناصر المشروع. طبعا كل ما كان المشروع كبير وزادت تكلفته كل ما احتاج أنه تفصل أكثر في البنود والعناصر الخاصة بالتكلفة التشغيلية أو حتى تكاليف التأسيس. وصلت معكم أعزائي المشاهدين لنهاية هذه الحلقة، الحلقة الخامسة من كورس أداة دراسة جدوى المشروعات الخاص في 90 دقيقة. بتمنى تكون هذه الحلقة عجبتكم، ولو أنت مهتم بمعرفة البقية انتظرني في الحلقة السادسة اللي حنرفعها الأسبوع القادم يوم الجمعة القادم الساعة 9:30. ضروري أنه أنت تفعل اشتراكك في هذه القناة وتعجب بهذا الفيديو وتضغط على زر الجرس يصلك كل جديد من الحلقات والبرامج المجانية اللي احنا بنرفعها. وخلينا أكد عليك وذكرك أنه من الضروري أن ترفع الكورس الخاص بطور ذاتك لتأسيس البزنس الخاص بك. هذه طبعا مادة تدريبية رفعناها على القناة، ضروري أنه أنت ترفع هذا الملف وحتلاقيه في الفيديو التعريفي أو في فيديو الهدية المجانية اللي رفعته أنا تقريبا قبل يومين. ضروري أنه أنت ترفع هذه المادة التدريبية وتستفيد منها صديقي، وتفعل اشتراكك وتشترك معنا وتوجه الأسئلة لنا. بتمنى لكم يعني حلقة رائعة تستفيدوا منها إن شاء الله في حياتكم وفي البزنس الخاص بكم. ربنا يوفقكم ويسعدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.